استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، استقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة السفير جيفري فيلتمان. وأبدى السفير فيلتمان خلال اللقاء قلق الأمم المتحدة من استمرار الأزمة التي تمر بها المنطقة، معربا عن أمله في حدوث انفراجة قريبة لها.